ليه بيحصل عدوى في جرح موجود في أي مكان في الجسم سواء من حرق أو من غيره؟ لأن البكتيريا عايشة حوالينا في كل مكان. الجرح لو لم يتم تطهيره جيداً ومحاولة إبعاد الميكروبات عنه، هينتج عنها أن الميكروبات دي تلاقي فيه بيئة خصبة لأن هي تدخله، خصوصاً لو المصاب مريض سكر. مرض السكر بيساعد جداً جداً أن الجرح يصاب بعدوى بكتيرية. مهم جداً أن احنا نحافظ على الجرح، نستخدم له مطهرات مناسبة، نستخدم له لو هو بره البيت نستخدم حاجات تغطيه وحاجات مناسبة. لو بدأ يظهر عليه أي بوادر إصابة بعدوى لازم نستخدم مضادات حيوية مناسبة في الوقت المناسب. لو ظهر عدوى ظاهرة وابتدى يكون صديد لازم نعمل له مزرعة ونستخدم مضاد حيوي بالفم مناسب للجرح.